بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الأيام الماضية ونحن نسرد حكاية الوطن، الوطن الذي نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجله، من أجل رفعته التحديات، وحققنا له بفضل الله الإنجازات. وأقول لكم وأقول لكم لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط، واسترددنا مصرنا العزيزة من براثن جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوزنا التحدي لكي نعيد بناء دولتنا العظيمة ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية. واجهنا إرهاباً غاشماً أراد النيل من عزائمنا، وارتوت أرضنا الطيبة بدماء الشهداء الأبرار من خيرة أبناء مصر.